تذكير سريع ببرامج الام تي في او ببعض البرامج يلي عم تمرق حاليا على شاشه الام تي في. ببرنامج عاطل عن الحريه الليله بعد الاخبار قصه جديده بنتعرف عليها، قصه بحضرها الزميل سمير يوسف، بيدخل على قلب السجون، بيتعرف على المساجين، بيعرفنا عليهم بطريقه فعلا بنقدر نشوف ونحس الظروف الاجتماعيه الصعبه يلي كانوا يمرقوا فيها، او حتى الظروف البسيكولوجيه يلي بتدفعهم ببعض الاحيان لارتكاب الجرائم. رح نشوف برومو ومن بعدها بنفوت بالتفاصيل انا وياكم. من كبار تجار ومتعاطي المخدرات بلبنان. ظروف عائلية صعبة، أمهم عم تتعنف، بيهم عم بيتعاطى قدامهم، أب ظالم، يوم ناكل يومين لا، فنشأوا الأولاد بحالة من الضياع المطلق. وقت الكل تخلوا عنه تركنا عند مرض بيي، كثير بلومه أنا، هرب للمخدرات. شو بدك من إنسان يعني لا أهله حد ولا شيء؟ من يتعاطى المخدرات هو عاطل عن كل شيء، عاطل عن الحرية، عاطل عن الحنان، لا ينظر إلى نفسه بأنه هو عنصر معطاء. الغلط لهم بيوصل. عاطل عن الحرية، الليلة بعد الأخبار على الام تي في. ومنيح لفت على الحبس لحتى اوعى. ظروف اجتماعية كثير صعبة مرق فيها علي مثل ما رح يخبرنا الليلة بيعاطل عن الحرية على الساعة 8:30. ظروف بين زواج أهله أو زواج بيه للمرة الثانية وأخوة أو نص أو خي غير شقيق يلي كانوا عايشين معه، ومن بعد انتقل لمدرسة داخلي قدر يهرب ويرجع على بيروت، ومن هون بلشت الضيقة المادية والمشاكل النفسية. فمنشان هيك اضطر يبلش، أو هو مثل ما بيقول اضطر يبلش بتعاطي المخدرات والإتجار فيها. أما على الساعة 9:30 فنحن على موعد مع جنون ماريو باسيل وضيوفه بإعادة من حلقة لليلة جنون. خليني أشوف مشاهدين هذا الكيس، كيس شو اسمه؟ زبالاتي، كيس زبالاتي كب كب في كل جياتي. هلا بشخصية بدوية بتقرا بالكف. معك 500، معك 500. يا حبيبتي يا حبيبتي، هذا كيس زبالاتي، هو بكب في كل جياتي. هلا بشخصية مرة سكسي بس محشورة. سكسي بس شو؟ كيس زبالاتي. بس كيس زبالاتي؟ فيكن تكبوا فيه كل جياتي. بشخصية رقاصة مصرية. كيس زبالاتي أكيد في كل جياتي يا أخويا. بشخصية إليسا. هيدا ثانك يو، هذا كيس زبالاتي وبكب فيه كل جياتي. بشخصية مريم كلينك. ادفع انيا انا الكلينك بدي غني وقلكن انه كيس زبالاتي بكب فيك زيادة. أما من المسلسلات اللي عم تمرق حالياً على شاشتنا، مسلسل لعبة الموت من التنين للسبت على الساعة 7 المساء، عم نشوف فيها علاقة زوجين ولكن علاقة مش كتير طبيعية، فيها تعنيف، فيها غيرة، فيها أمراض نفسية. وأكيد بذكركم مشاهدينا أنه أي برنامج أو أي مسلسل أو أي فقرة من أم تي في ألايف ممكن تتابعون وترجعوا تشوفون ريبلاي أو مباشرة عبر أبليكيشن الأم تي في اللي ناخذ وقفه بعد شوي معه ومنشوف تفاصيلها اكثر واكثر. اما هلا رح ناخذ وقفه سريعه ومنتابع مع ريليشن شيبس.